هذا نتيجة استخدام الهاتف أثناء القيادة. سوف أقول لك رواية. تفضل. ارحل يا أخي ارحل، لازم تعرفني يا أخي، ارحل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة الخير، كيف الحال؟ عساكم طيبين، من الله قريبين. يا هلا والله، يا هلا مرحبا، عدنا والعود أحمد. أخي والله العظيم إني اشتقت لكم، أعرف إنكم مشتاقين لي بعد. العموم فكرة المقطع باختصار، إنه في واحد كاتب لي أسامة عندي فكرة مقطع، تحمل برنامج OMTV وادخل مع الناس شوفهم يعرفوك ولا. من قالك إن أحد يعرفني؟ انا ما حد يعرفني غير اهلي وانتوا اللي تتابعوني، بس كم واحد وصل اللهم وبارك حسسني. العموم قبل ما ندخل ونشوف الناس ونشوف العالم وش عندهم وش ما عندهم، انزل تحت سوي لايك سبسكرايب، انشر المقطع مع كل ربعك وبس، فضل فضل بيت بيتك. على فكره الحين الساعه 3:30، هذا من بدايتها سكيب. طيب انزل، ليش ما تطلعوا وجوهكم؟ سلام، هذا يدور بنات واضح. السلام عليكم، خلوني اسلم. اعوذ بالله اعوذ بالله، هذا مفصخ وحالته لله حاله، ليه ليه ليه؟ شو وضعك يعني؟ شو وضعك؟ شو قلة الأدب هذه؟ داخل البرنامج ومفصخ ليش؟ لا إله. أنت ما نفسك ما سناب؟ هاي أخذ لك، ها ها عرفوني على طول عرفوني. لا إله إلا الله. الله عيونك جدا حلوة بيبي، ما خلاني أمدحها. السلام عليكم. وعليكم السلام، شو الوضع؟ كيف الحال؟ حبيبي أخوي. حبايبنا أهل فلسطين. حبيبي اخوي غالي، صبر، انتو كي فلسطين فاتحين او ام تي في؟ عادي والله. اه كيف الاوضاع معاكم؟ الحمد لله زي الفل. الله الحمد لله، نحمد الله. الله يعطيكم العافية ويقويكم يا رب وينصركم. ايش 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 عندك العاب؟ والله ما عندي العاب. اه ما شاء الله، الله يوفقك يا رب. الله يرضى عليك. طيب يا حبيبي، شيف خاطرك؟ الحمد لله، حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. اليوم عندنا بودكاست بيكون الموضوع عنه ايش؟ ايش الموضوع؟ الموضوع عن ليش حاط الكام على الجدار؟ اغلبكم حاط الكام على الجدار، شو السالفة؟ ليش؟ وش السر؟ ايه صح، هذا اليوم البودكاست الموضوع يعني نعم. بيكون سوف نتناقش فيه، تفضل عندك المايك. طيب لحظة شوف. تشيك 1 1. مايكك معطوب يا ري. طيب يلا شكرا، تقدر تستريح، يعطيك العافية. الله يعافيك. حسن خلاص بقفل الحين. أنا بسألك، أنا بسألك ليش مضيم خانتك؟ مو مضيم، لا ربي بيعوضك عادي، الحياة حلوة، ما توقف على شخص صدقني. يا اخي انت دائما اشوفك في تعليقات مال نيوز عمان. يا اخي كذاب، والله كذاب، والله انا اعلق دائما في نيوز عمان، واحد من هذا الحسابات اللي ينزلوا اخبار عمان. طيب بس دائما اشوف شكلك انت، شكلك وش حاط؟ وش حاط صوره؟ يلا وش حاط صوره؟ حاط صورتك في هذا. كيف الصوره؟ كيف على ويش؟ ما اتذكر، بس هو شكلك. اقول لك خلي عنك، انا ما اعلق الا في السنه احسنه، ما اعلق على ويش. شفت تعليق، انا استحي على ويهي، ما اعلق على اي بوست. انت تعلق على اي بوست؟ ما فاضي والله، ما فاضي اعلق على اي بوست. ترى يا جماعه الخير يكذب يكذب، والله العظيم يكذب. ليش تكذب عليهم؟ تخرب سمعتي. اقول لك شيء عندك عطر، رش رش عطر لو اسمع. ها ليش؟ انا لكن قال زي السماء يعني. يلا 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 ها ها سريع، صبر صبر خلاص، يلا سوي. ريحة باطك واصله يا ريال، ما ريحة باطك. ها ريحة ذاك الشيء ابوي، بوف قنبله. عشان جيت مسكر نعفتك. ايوه ما يستحي يا اخي، الله يهدي الله يهدي الله يهدي. زين في حمام هنا قريب برا، برابر سوالفك بيض يا ريال. السلام عليكم. الله حي عليكم السلام. يا هلا والله باهل قطر حبيبي. كيف الحال؟ شو الاخبار؟ ابشرك. كيف الامور؟ طيب. يا مرحب يا مرحب. اسلام. ايوه بتتعدى الاشاره الحمراء بيدقوك مخالفه. ترى هذه معليه، هذا نتيجه استخدام الهاتف اثناء القياده. استهدي بالله يا ولد، استهدي بالله، تعود من ابليس.
ليش تعصب؟ عصبت يا اخي. ليش راح عمرك؟ ترى هذه انظمه وقوانين، ايش فيك؟ ترى هذه مو بشاره، هذه عادي لو قطعتها. عادي، لان انا رايح يمين، بس انا وقفت احتراما للقانون يعني. بعد صح. يلا حياك الله. حييك، تشرفنا والله. حبيبي. يا مزعج. سوف اقول لك روايه. تفضل. كانت بطارية هاتفي فارغة، وانا بعد، بس قلت يا حسين 3 مرات. حلو. فإذ بالبطارية 50%. فقلت يا زهراء 3 مرات. أيوة. فإذ بالبطارية 100%. ثم نطق الهاتف فقال لو قلت يا علي 3 مرات لتحولت من سامسونج الى ابل 15 برو ماكس. استغفر الله العظيم. ثم تحول الهاتف الى ايفون 15 برو ماكس. خلصت الرواية؟ انتهت الرواية. شكرا جزيلا. عفوا. اسمع، وتحقق حلمك، ايش كان عندك تليفون الحين؟ كان يوجد لدي سامسونج، ثم اصبح الان لدي ايفون 15 برو ماكس. الحمد لله يا رب، الحمد لله، تحقق حلمك. ولا انا كنت بحقق لك اياه، بعطيك فوني. الحمد لله رب العالمين. يلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يعطيك العافيه، شكرا على المشاركه. عفوا، حياك الله. هذا احمد؟ لا، ما احمد، لحظه. I know this guy. من احمد؟ ها، انت لحظه، هذا في سناب. لحظه والله اعرفه. نو اي نو هيم. اسامه. يا هلا والله باهل الكويت. ما يجبوس ايدي من يوين هالحزه. انا مستعماني يا اخي. نظام مشاهير تقول لي ما اعرف اتكلم كذا يا اخي. ارتبك. يا مرحب يا اخي، منور والله حبيبي. وين منور والله، وقهنا تعبان يا اخي. علامكم لابسين وردي كانكم باربي. حالقين نفس الشيء ترى بعد. نعيما يا اخي، نعيما. تقص طلعنا في اليوتيوب ولا انت تسوي سكرين ريكورد؟ ايه ترى في اليوتيوب، بس عادي يا اخي. بغطي على شكلك. اوكي، ذاك عادي. السلام عليكم. You look familiar. What? شكلك وقت مألوف. ليه شكلي مألوف؟ ليش؟ ايش تراني؟ يا رب، اعتونا ما قلنا بسم الله الا ويقولوا لي شكلك مألوف. ايش قصدكم انتو؟ ما اعرف، احس شفتك مكان. وين شفتيني؟ وين؟ ايش دراني يا؟ لا اعترفي، وين شفتيني؟ I don't know. يعني اني انجليزي مع عربي ميكس، ليش الميكس هذا الغريب؟ دراني يا اخوي. يعني انت متعوده كذا تتكلمي؟ لا، نحن ما نتكلم انجليزي اصلا، انا ما افهم انجليزي. هاي ليه تسوي ميكس الحين عشان اقول بس كلمتين. اقول او متطوره يا يعني خوي، ترى كلمتين بس. كلمتين، اوكي سامحتك. ايوه. لا والله لا تسامحني، خلاص. طيب اعطينا قصيده شعريه. يا دار عبلته في الجواء تكلمي، وعمي صباح دار عبلته وسلمي. هذا من معلقات السبع، تعرف ولا ما تعرف؟ أعرفهم، درستهم بثاني عشر. تحل. أوكي. ما صحيح؟ لا. يعطيك العافية، خلاص باي. أنا ما قاعد أستوعب، أنا ليه تضحك؟ ليه 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 قاعد تضحك؟ شليت شاب؟ ضحكني، أعرفك، صدقني أحبك. كيف يعني؟ أتابعك سناب. طيب وبعدين؟ أقول لك، عندي سؤال يا أخي. عندك سؤال؟ أيوه عندي سؤال. تفضل حبيبي، تفضل. أنت ذاك اللي تطلع في إنستغرام وكذا تتكلم؟ أنا أطلع في إنستغرام وأتكلم؟ إيه ولا ما أنت؟ متى طلعت في إنستغرام وتكلمت؟ ما أعرف، واحد كنا مشهور شيء كذا. من هذا المشهور؟ شكلك مضيع، أحسك مضيع. لا ما مضيع، مشبهنك. 6-9 بيبي على تحت. قلت لك أنت يا أخو. هلا. يعطيك العافية. الله يعافيك أسامة. حياك. كم سلام. يا مرحبا، كيف الحال؟ خير الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله. طيب؟ الحمد لله. يا مرحب. الحمد لله. من اسمك؟ الحمد لله. كم عمرك؟ الحمد لله. كم عندك فلوس؟ الحمد لله. اسمع، شنبك كيف هذا؟ وش هذا الشنب؟ انت شنبك شفاف، يحتاج له عنايه. ما في شنب مسكين. يا قد حالي، انت كيف شنبك؟ اوكي الحمد لله.
الحمد لله. بقول لك شيء، اذا ضحكت بعطيك $100. ما اريدهم شكرا. اذا خلاص بقول لك شيء، اذا ضحكت تعطيني $100. يلا. في واحد ضحكتها والثاني هي هي هي، وانت كيف ضحكتك؟ ما راح اضحك. تافه. قديم قديم. ارحل يا اخي ارحل. خشتك ما غريبه. خشتي ما غريبه. طيب انا من يكتشف الغامضه والمثير. تفضل عندك المايك. لحظه اجيب لك المايك. تفضل. شو ذا الماكل حلو. طيب المايك الحلو تفضل. من انا؟ سلامات والله. وجهك ما غريب بس ما اعرفه. وجهي ما غريب ليه؟ ما تعرفني ليه؟ ليه ليه؟ ارحل يا اخي ارحل، لازم تعرفني. يا اخي ارحل يا اخي.